مساء الخير مشاهدين ومشاهدي قناة المحور، وفقرة جديدة من برنامجكم الطبيب. الدايت ومشكلة الدايت والخسسان والوزن الزيادة اللي بيؤرق ناس كتير جدا، رجالة وستات، كل شرايح المجتمع تقريبا بتعاني من المشكلة دي. ما بتميزش بين حد وما بتميزش بين عمر ولا حتى نوع، رجالة وستات زي ما قلنا قبل كده. بس المشكلة عندنا في الدايت ان احنا ما بنبقاش عارفين ازاي نمشي على نظام سليم يقدر يخلينا نخسر الوزن بتاعنا الزيادة ده بطريقة برضو ما تخليناش احنا نتعب ولا يغمى علينا ولا وشنا يصفر ولا الكلام ده كله. مشكلتنا بقى الأساسية كمان إننا عشان نعمل ده نقوم جايين داخلين على الإنترنت وصفات علشان نخس، مش عارف حط إيه على إيه على إيه واشربهم وإنت كده تخس، أو مش عارف إيه ممكن يعمل لك إيه. طبعا الكلام ده ما ينفعش خالص، إحنا لازم نرجع لأهل العلم، لازم نرجع لأهل الطب وهم اللي يقولوا لنا إيه الحاجة اللي تنفعنا حتى لو طبيعية. أكيد طبعا، علشان حتى لما حد يخس ما يبقاش شكله تعبان أو هزيل أو يخس لدرجة إن هو يوصل يعني لا أنت بقيت شكلك مش لطيف، لا إحنا عايزين تتبع نظام غذائي كويس مفيد. الناس دايما بنأكد الناس اللي عندها إرادة، انتوا يعني ربنا مديكوا نعمة حافظوا عليها وحافظوا على الإرادة اللي انتوا فيها. الناس اللي ما عندهاش إرادة دايما بنتكلم عن الألياف الطبيعية وفايدتها ليهم وإزاي هي هتخليهم ينزلوا وفي نفس الوقت بشكل ما يخليهمش فيه هزلان أو ضعف في شكلهم. في مشكلة تانية مشاهدينا عند الناس اللي عندهم سمنة عموما، هي مشكلة اجتماعية شوية، ممكن نلاقيها حتى ما بين اي زوجين. ممكن واحده يبقى وزنها 110 وخسي او حاولت لا انا جوزي بصراحه عاجبه شكلي كده وانا مش هخس، وفي نفس الوقت ممكن يكون جوزها مش مبين لها ان هو متضايق، بس هو من جواه متضايق جدا، وممكن بعد كده تتفاجئ حتى ان هو متجوز عليها، وبتبتدي من هنا مشاكل اجتماعيه كتير جدا جدا. هنتكلم مشاهدينا عن السمنه واضرارها وعن الالياف الطبيعيه والاراده اللي بتديها للناس. بس خلونا نرحب بضيفنا وضيفكم النهارده، دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنة وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية لطب القلب الوقائي وإعادة التأهيل. منورنا دكتور أحمد. ربنا يخليك يا رنا. أهلا بيك دكتور، منورتنا. شكرا جدا. دايما لما بنتكلم عن السمنة خلاص بقت مرتبطة بيه دكتور أحمد. الحمد لله. طبعا أنت قلقتي كل الستات اللي عندهم سمنة دلوقتي، على فكرة هيبقى متجوز عليها ده. أنا كنت لسه هقولها هيدخل عليكي برفيعات. يعني هتيجي رفيعة جاية. يعني كل واحدة هتسمع كده. مش معنى إن هو الدكتور ساكت وضاغط على نفسه ومش عايز يقول لها شكلك وحش طول الوقت، يعني هي تسيب نفسها كده. بس انا هقول لك حاجه، اتفضل. ومش هي بس، وهو كمان برضو شكله، هو ممكن يكون عنده كرش كده وهي ساكته وهي ساكته. الحقيقه دي حاجه هي راضيه صح. هي الحقيقه طبعا مهم جدا جدا نعرف الناس او نوعي الناس، لان كتير بتيجي ستات بتيجي في اول زياره مع ازواجهم فيقول انا مبسوط والله، انا يعني مش عارف هي بتعمل كده ليه، هي تعبه نفسها انا مبسوط. وبعدين بعد كده في الزياره اللي بعدها مثلا هو يكون عنده شغل، فهي تيجي لوحدها تبدا تنهار والعياط يشتغل بقى. طبعا وتقول لك ده في برود ما بيننا وهو على طول بيبص، وعندها قلق وتوتر وشك ان هو طول الوقت لو شاف واحده اسمها كويس بالظبط. دي حقيقه، دي حقيقه. خلينا نقول يعني ده المنطق، ده المنطق. العين بتشوف والعين بتحب، فبالتالي لا اوعي تقتنعي الاول. طبعا اوعي تقتنعي، اوعي تقتنعي بفكره ان انت جوزك راضي او جوزك بيقول لك ما تخسيش. اوعي تقتنعي انت كمان حتى ان انت بالبطن بالكرش ده ان انت ده صح. احنا عاوزين ندعو ده كله، كل واحد يشجع التاني. لو راجل يشجع مراته، لو هي تشجع جوزها ان هو يخس، مش بس عشان الشكل، والشكل مهم، عشان العلاقه العاطفيه ما بينهم وعشان الـ الاداء. حتى كتير جدا من الرجاله اللي بيكون عندهم سمنه مفرطه بتبقى مشكله عندهم في ادائهم الجنسي، بتبقى في مشكله فعلا وضعف. فده مهم جدا نحط ايدينا على ده، ما نقعدش ندفن راسنا في الرمل ونقعد نقول ما فيش مشكله. لا، في مشكله، في برود عاطفي، في مشكله، في بيكسفوا ان هم يكونوا موجودين مع بعض. فده مهم، لا شجعوا بعض. اوعي تفتكري ان هو راضي ولا تفتكر ان هي راضيه. عامله فجوه، عامله فجوه هي طبعاً. المشكله بتيجي تلاقيهم، بصي هم صابرين 5 سنين و10 سنين، وتلاقي مثلا في منتصف العمر حصل انفصال نتيجه ان ما حدش قادر يتحمل. فبالتالي احنا مش عاوزين نوصل لده، عاوزين نعيش حياه زوجيه سعيده، عاوزين نعيش حياه لطيفة، عاوزين نستمتع بكل دقيقة من عمرنا موجودة. فبالتالي لازم نقدم على ده. والمشكلة كمان ان الناس بحس ان هم شايفين ان المشوار طويل جدا. انا ببقى فعلا 4-5 شهور بيعدوا زي اي ايام، الايام كلها بتعدي زي السنين اللي عدنا اللي بتجري دي كلها. معقولة ما انتش قادرة ولا ما انتش قادر تدي لنفسك 4-5 شهور وتشتري عمرك كله؟ فبالتالي لا، دي حاجة مهمة انت قلتيها قوي قوي،
حطيتي ايدك على حاجة مهمة انا بلمسها كل يوم وبشوفها كل يوم، ما ترضوش بهذا الواقع، ابدأوا غيروا الواقع بتاعكم، ابدأوا خدوا الخطوة دي، ما تخلوش المشاركة اللي ما بينكم هي الاكل، ما تخلوش ده. فبالتالي احنا عاوزين نقدم ده، ندي البوش الدفعة المعنوية الاولانية نديهم. طبعا دول اغلبهم الزوجين المليانين دول بيبقى اغلبهم نتيجة الاكل، فبالتالي نقدر نتحكم في شهيتهم، ما يكونش هي المتعة الوحيدة. اجتمعوا على حب الاكل، اجتمعوا على حب الاكل بالظبط. الطفل القلبوز ده عايزين يخس بالظبط، لان هو عنده من مثلا 8 سنين ل 10 سنين، وفي الفتره دي صعبه قوي ان احنا نقول لولد ما تاكلش سويتس، ما تاكلش كاندي، ما تاكل. نقدر نعملها ازاي بقى مع الطفل القلبوز؟ والله القلبوز نتاج هذا البيت القلبوز. والله يا نور، هو طول ما شايف باباه ومامته بياكلوا هياكل يعني، فبالتالي طبعا مهم جدا ان احنا نتحكم برضو، ما هو البيت كله هيغير من عادات الغذائيه. لازم يكون في لايف ستايل على الكل بالظبط، هيبقى اللايف ستايل على الكل بالظبط. الطفل نقدر نتحكم فيه ازاي دكتور برضو؟ يعني ازاي اقدر هو في المدرسه ما ياكلش سكريات؟ الحقيقه طبعا اول هام طبعا ممارسه الرياضه، الاطفال لازم يخلوهم يمارسوا رياضه شويه، يبعدوهم عن المقليات، ابعد خالص عن المقليات، خليها مره في الاسبوع ولا حاجه. وبعدين زي ما احنا دايما بنتكلم الالياف الطبيعيه هتساهم كتير جدا في ان هي تقفل شهيه يعني الطفل. هي مناسبه للاطفال، مناسبه للاطفال لانها الياف طبيعيه من سن 6 سنين، ما عندناش اي مشكله. تمام. والحمد لله في اطفال كتير جربوها وقدروا فعلا ان هم يتحكموا في شهيتهم وبينزلوا في الوزن. بس اللي انا عايز اقوله بالذات بالنسبه للاطفال، صدقيني والله لازم الاب والام يشتركوا، لازم تشاركوهم، لازم تشاركوهم في انهم ياكلوا خضار، لازم تشاركيه، انزلي خديه معاكي، خليه يختار الخضار، خليه يكون طبق السلطه معاكي، حاولي تشاركيه الكلام ده كله عشان يبدا يتعود على عادات غذائيه سليمه. تمام. طيب دكتور احمد، في سؤال مهم عايز اتكلم مع حضرتك فيه، ايه هو المعدل الطبيعي للنزول مع حد متبع الالياف وماشي عليها؟ في ناس دايما حتى ده بنعرفه من خلال التليفونات اللي بتبقى معانا، حد نزل 3 كيلو في الاسبوع، حد تاني نزل 4 كيلو، حد تالت ممكن يقول لك في شهر نزلت حوالي مثلا 12 كيلو، في معدل طبيعي ولا كل واحد حسب في معدل؟ في معدل طبيعي طبعا، وبرده دي نقطه مهمه جدا عشان تحط ايدك على مشكله الناس اللي بيبعتوا لك دايما ويقول لك احنا جربنا انظمه كتير وما قدرناش. صحيح. هو صدقيني هو نزل 8 كيلو في الشهر، ف 8 كيلو انا فمش عاوز يكمل، مستقل بيهم مستقل بيهم. ده في ناس تيجي تنزل 3 4 كيلو تقول لك ده قليل. فطبعا نزول الوزن من كيلو ل 2 كيلو كل اسبوع، انا مش عايز اغالي واقول ان المفروض من نص كيلو ل 2 كيلو ده نزول طبيعي. تمام. فبالتالي عندنا معدل من 6 كيلو ل 8 كيلو في الشهر، بيرفكت، هايل، ممتاز. ده لو نزلت 4 كيلو في الشهر برضه كويس. طبعا ده هيتحقق بانتظام الاكل والاكل المتوازن، هتلاقي الناس بتنزل. فبالتالي اقسم دايما الوزن، مجمل الوزن بتاعك الزياده على 6 8 كيلو، هتلاقي 4 5 شهور مش حاجه صعبه ابدا ان انت تكمل عليهم وتنزل في الوزن. تمام. يعني ده معناه يا دكتور انه الناس اللي وزنها اكتر من 150 كيلو يقدروا ان هم يستخدموا الالياف الطبيعيه؟ كله يقدر يستخدم الالياف طالما هنقدر نتحكم في شهيتنا، وبالذات كمان الناس اهالينا مرضى الضغط والسكر اللي ما كناش عارفين نتصرف، كبار السن ما كناش عارفين نعمل حاجه، يعني هو تقدرش تعمل عمليه، بياخد السكر والانسولين والحاجات دي كلها ومش قادر، وعنده شهيه مفتوحه على السكريات والكلام ده كله، كنا دايما مش قادرين نعمل حاجه، مش قادرين طبعا الادويه والكلام ده كله يعني صعب ان احنا نديها لهم. الالياف هنا مهمه جدا جدا لمرضى السكر والضغط. مهمه في ايه؟ مريض السكر ما عندوش انسولين كافي طبعًا. يشتغل على الاكل اللي بياكله، فبالتالي باي اكل بياكله يعلى بسرعه السكر، فبالتالي ايه، يبدا يشعر بالمشاكل بتاعته. تمام. وجود الالياف في المعده بتكون مركب صلب بيقعد في المعده من 10 ل 15 ساعه، فوجودها بيخلي الاكل يمر ببطء. مرور الاكل ببطء ده بيخلي الامتصاص الاكل ببطء، فيخلي السكر يتظبط، هيقلل كميه الاكل فيخلي السكر يتظبط. برضو بالنسبه لمرضى الضغط ومرضى القلب، دول بتقل كتير جدا اثناء نزول الالياف، بتمتص قدر كبير جدا من الميه، فيبتدي يقل الضغط ويخف الحمل كتير على القلب، فهيساعدهم الى حد كبير قوي. طيب دايما يا دكتور بيجي حد يسالنا على طريقه استخدام الالياف، يعني يمكن احنا معانا التجربه اللي دايما حضرتك بتجيبها لنا وتوضح ليه كل مشاهدينا ازاي يستخدموها، وكمان لو الاكل فيه دهون. بالظبط. هي التجربة دي أنا ببقى عايز أوريها للناس عشان أوري لهم قد إيه الموضوع بسيط. إحنا زدنا في الميزان نتيجة أكل كتير، عاوزين ناكل أكل قليل. تمام. فبالتالي عندك شهية مفتوحة، هنا نقدر نتحكم. الناس اللي بتاكل طول اليوم، الناس اللي بتاكل بالليل وجبات كبيرة، الناس اللي وجبة الغداء بتاعتها كبيرة، يقدروا ياخدوا الألياف فيتحكموا في شهيتهم. زي ما أنت شايفة إحنا عندنا كوبايتين أو ما يشبه المعدتين، كل واحدة فيهم هنجرب فيها تجربة. الألياف بنحطها على المية، بتمتص المية بقدر كبير، بنقلبها، بتكون مركب صلب
او مركب مش صلب يعني شبه صلب مركب شويه، احنا عايزين حاجه تقعد في المعده ما تنزلش. فبالتالي احنا بنقلبها لحد ما تزداد لزوجه واحنا شغالين، يعني في السمك بتاعها بيزداد شويه واحنا شغالين، وبعدين بناكلها بناخد وراها كوبايتين ميه. الناس اللي وزنهم يعني متوسط بياخدوا كوبايتين ميه ما فيش مشكله، لو قدرت تشرب ثلاثه برضو احسن. الناس اللي عندهم سمنه مفرطه بنتكلم في 4 كوبايات ميه اقل حاجه. زي ما انت شايفه المعلقه نفسها ما بتنزلش، او الالياف نفسها لا ما نزلتش، ده معناه ان انت كونتي حاجه هتقعد متماسكه هتقعد في المعده. بناكلها ونشرب وراها الميه فتملى حجم اي معده. تمام. طب وجودها في المعده بيخلي احساس الشبع يكون موجود، مبيبقاش فيه النهم اللي موجود على الاكل. الكوبايه الثانيه كان في طبقه زيت فوق. طبقه الزيت دي كان لها سمك معين، هي الالياف هتتحد مع طبق مع الزيوت دي وتنزل في قاع الكوبايه، وبعدين على يعني زي ما انها تنزل على الاخراج بدون امتصاص. فبالتالي ما فيش امتصاص للدهون اللي مع الاكل. هنا انت قدرتي تقللي الشهيه للاكل، لان مشكله الناس اللي بتاكل كتير لما تيجي تقول لهم كلوا كميات اكل قليله بتبقى عندهم مشكله نفسيه وتبقى عذراهم لان المعده كبيره، وبالتالي هو تعود نفسيا او كمان كحاجه كبيره محتاجه حاجه تملاها. فبالتالي انت بتعذريه، فبالتالي انت قادر ما انتش قادر، نقدر نستخدم الالياف بشكل امن. الامهات وهم فئه مهمه جدا جدا من الفئات اللي لازم نتكلم عليها طبعاً. عندنا مشكله ان احنا يعني كل ما بنبص على الميديا نعرف مثلا فنانه معينه لسه والده من شهرين ثلاثه وطالعه على الهوا وشيبد ورفيعه، الام بقى اللي لسه والده معاها في نفس الوقت بتبقى لسه تخينه وهتتجنن عايزه تنزل. انا عايز اقول لهم يعني كله بيعمل شفط وكله بيعمل حاجات ثانيه. الموضوع يعني ما هي عايزه تعمل كده بطريقه طبيعيه، يعني بطريقه طبيعيه طبعا ما فيش اي مشكله. احنا حتى الناس اللي بنعمل لهم شفط النهارده والناس اللي بنعمل لهم تنسيق قوام، حتى ايفن حتى اللي بيخشوا في جراحات السمنه المفرطه، احنا عملنا بروتوكول الالياف للناس كلها، عشان حتى ايفن تنسيق القوام بعد ما نعمل شفط بعد ما نعمل اي حاجه بنبقى عايزين الناس تحافظ على ميزانها. فالناس بعد ما تاخد الشكل الحلو تيجي تعمل شفط فيبقى شكلها حلو، تقوم راحه واكله كميات اكل كبيره تبوظ الدنيا. فاحنا عايزين الالياف طبعا يقدروا يستخدموها، ما فيش حاجه اسمها الجواز والحمل والولاده، تقدري تحافظي على نفسك وتقدري تقللي كميات اكلك فهي امنه حتى في الرضاعه. بالظبط، لان ده كان سؤال مهم، ان يعني حته الرضاعه دي كمان بتشغل بال طبعا. لا هي امنه جدا جدا، نقدر نقلل كميات الاكل بتاعتنا وهيضمن الاكل بتاع البيبي ما فيش مشكله. جميل. طيب احنا معانا على التليفون استاذ علاء، نعرف منه تجربته مع الالياف ايه وحققت نجاح معاه ازاي. اهلا بيك يا استاذ علاء. استاذ علاء، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عامل ايه يا استاذ علاء؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. قول لنا الالياف عامله معاك ايه والتجربه معاك حاسس باختلاف ازاي؟ والله انا طبعا لي حوالي 35 يوم بستخدمها. حلو. تمام. ودلوقتي يعني الوزن طبعا نزل من 112 ل 105. طيب نزلت حوالي 7 كيلو يعني. حوالي 7 كيلو تمام. في حوالي 35 يوم. تمام. بس وطبعا صراحه يعني ما بشتكيش من اي حاجه. بس اللي هي كانت المشكله عندي الميه، ان انا بشرب لتر ميه على بعد الكيس. ده المطلوب، ايه المشكله في كده؟ ده المطلوب كويس جدا. ما لا الصعوبه يعني اللتر بيبقى كتير يعني وخصوصا في الشتاء دلوقتي. يعني نزلتهم لثلاث كوبايات او حاجه زي كده. معلش هو دي فتره انت دلوقتي حضرتك دلوقتي احنا بنتعالج من اكبر مشكله اكبر من اي حاجه، فهنتحمل حتى اللتر الميه ده لحد ما نوصل الميزان اللي انت عايزه، وبعد كده ان شاء الله تبقى الامور طبيعيه وما يبقاش فيه مشكله. تمام ان شاء الله. دايما يا استاذ علاء عايزين حضرتك تتابع معانا، وكل ما يبقى عندك كده طاقه ايجابيه ونزلت في الوزن اكتر كلمنا وهنتابع معاك، ولو في اي سؤال بعد كده للدكتور احمد خليك على تواصل معانا ان شاء الله. شكرا ليك يا استاذ علاء. شكرا لاستاذ علاء. طبعا انت عارف يا دكتور انه اول ما بيعرفوا الساده المشاهدين ان حضرتك جاي على طول الفيسبوك على طول النوتيفيكيشنز كلهم عايزين يخسوا. من ضمنهم رامي بيقول ان هو عنده 16 سنه ووزنه 90 كيلو، حاول ينزل كتير ومش عارف ومش قادر ينزل جامعته، خصوصا انه طوله 159، فطبعا الوزن بتاعه باين جدا في اللبس، وعايز يعرف هل الالياف تنفع معاه ولا لا. تنفع معاه طبعا، اكيد شاب 16 سنة عاوز ينزل عاوز ينبسط وعاوز يلبس وعاوز يكون سعيد في حياته، فبالتالي ده طبعا الألياف هتساعده إلى حد كبير جدا إن هو يقلل من الأكل، يغير عاداته الغذائية،
ياخد معاه الاكل بتاعه من البيت، ما يلجاش لاكل الشارع عشان نقدر نعمل نظام غذائي سليم. الالياف هتساعده كبير ان هو ما يبقاش عنده الشهيه للفاست فود، للبيتزا، اللي مش عارف ايه الاكل بياكلوه في الجامعه الفتره دي. وانا برضه عايز انبه الناس، انا احنا انت ممكن تبقى بتعمل حاجات بتحبها، معقوله يا دكتور هتحرمنا طول عمرنا من الاكل مع اصحابنا والكلام ده كله؟ لا، احنا الفتره بتاعت انقاص الوزن بس. انزل وزنك دايما، بعد كده هتلاقيك بقى انت حاطط الميزان ومتابع وزنك، انت حافظت بقى على الفتره، انت حافظت اوصل بس للوزن اللي انت عايزه. فانا بدعو اسمه ايه الطالب اللي عنده 16 سنه رامي، ان هو يحافظ على ياخد الالياف، هتساعده لحد كبير التحكم في شهيته وياكل بشكل متوازن، ان شاء الله يوصل له عايزه ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي معانا استاذه ايناس على التليفون برضو، هتقول لنا قصه نجاحها مع الالياف وبقى لها قد ايه بتستخدمها. الو استاذه ايناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قول لنا يا استاذه ايناس، بقالك قد ايه بتستخدمي الالياف الطبيعيه؟ بقالي حوالي 20 يوم. حلو جدا. ولما بداتي تستخدمي الالياف الطبيعيه كان وقتها وزنك قد ايه؟ كان 99.5. 99؟ لا لا، 109.5. معلش، 109. يعني الحالي بقى هو اللي 99 صح؟ او انا كنت زمان 99 فنسيت انا الرقم ده. طيب الحالي دلوقتي بقينا ايه بعد ما استخدمنا الالياف الطبيعيه؟ لا هو بصي حضرتك، يعني اول ما خدتها فعلا، يعني اول يومين او في التالت كده بدات صح فعلا احس اني مش عايز اكل. انا كان اغلب اكلي بالليل، يعني فتره الليل دي. جميل. حسيت ان انا لا شبعانه مش عايز اكل. ده شجعني ان انا اكمل الحمد لله، بقالي 20 يوم اهو تقريبا، يعني النهارده اليوم ال 21. بس الحمد لله الحمد لله فرقت معايا جامد. قست الوزن من بعد اسبوعين من اخدها، لقيتني نزلت حوالي 3 كيلو ونص. حلو، 3 كيلو في اسبوعين. طيب كنتي بتعاني من اي مشاكل صحيه قبل ما تستخدمي الالياف الطبيعيه يا استاذه ايناس؟ ايوه، كان بيبقى عندي حموضه، على طول عندي انتفاخ، مشاكل في امساك. لا بعد ما خدتها الحمد لله ما بقاش الحاجات دي خالص. حلو جدا. طيب حابه تسالي دكتور احمد على حاجه قبل ما نقفل؟ ايوه انا بس كنت عايزه اسال، هو يعني مثلا انا اكمل كمان ولا ايه؟ ولا طبعا هو شهر اكمل تاني؟ طبعا هتكملي لحد ما توصلي للوزن اللي انت عايزاه، يعني احنا قدامنا لسه مثلا على الاقل شهرين كمان عشان توصلي. لو نزلتي حتى بالمعدل ده ان شاء الله تنزلي حوالي 30 كيلو، فتكملي طبعا عشان توصلي اللي انت عايزاه. وفي نفس الوقت الفتره اللي انت فيها دي اللي بنتكلم فيها الثلاث شهور، هتتعودي على النظام الغذائي الصحي وتتخلصي من كل العادات اللي كانت غلط قبل كده. بالظبط كده. تمام. وبعدين برضو حابه اضيف حاجه. انا كانت عندي مشاكل في ركبتي وفي ظهري، اما خدتها يعني امبارح انا نازله السلم عندي، لا حسيت ان انا خفيفه جدا. طبعا الكام كيلو اللي نزلوا هيفرقوا معاكي طبعا. طبعا بشكرك جدا يا استاذه ايناس، وان شاء الله ترجعي تكلمينا تاني لما توصلي للوزن اللي كان نفسك فيه، وهيبقى بقى كل المشاكل دي اختفت تماما ومش هيكون فيه ولا مشاكل في القولون ولا مشاكل. طيب ناخد كمان صوت يكون فرحان كده. مدام نادية، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، ازيك؟ ازيك؟ الحمد لله بخير والله. قولي لي يا مدام نادية، بتستخدمي الالياف من امتى ونزلتي في الوزن قد ايه؟ انا بستخدمها بقالي شهر وبس، يعني خلص بقى اسبوع كده. تمام. طيب انت يعني في الشهر ده نزلتي قد ايه في الوزن؟ نزلت كنت 115، بقيت دلوقتي 107. 107 يعني نزلتي حوالي 7 كيلو. اه تمام. 8 كيلو. طيب كيلو كويس. في اي سؤال حابه تساليه لدكتور احمد؟ لا والله ده الالياف جميله قوي والله. ده انا اصلا كنت ركبي تعباني قوي، ما كنتش بقدر ادوس عليها ولا امشي ولا انزل سلم ولا اطلع سلم. الحمد لله لسه. كملي ده من 8 كيلو ركبك بقت كويس، ما بالك ان شاء الله لما تنزلي 20 كمان، فهتبقي احسن واحسن. حياتك كلها هتبقى كويسه باذن الله، وهنتابع معاكي برده مدام ناديه باذن الله توصلي الوزن اللي انت عايزاه. شكرا ليكي يا مدام ناديه. الناس كلها الحمد لله اصواتها مفرحه جدا طبعًا. ودايما انت الفقرات اللي معاك بصراحه دكتور احمد بتكون فقرات ممتعه وفيها دفعه وفيها تفاؤل وفيها امل. احنا عايزين الناس تنزل في الوزن لان هو فعلا هو البوابه لكل المشاكل. تمام. يمكن دايما الوقت مع حضرتك بيجري بسرعه جدا، وبس الحمد لله حاولنا ناخد اكبر كم من الاسئله واكبر كم من التليفونات، ويا رب كل الناس يكونوا استفادوا. وعايزين نتولى حمله بقى هتخس، يعني هتخس ان شاء الله. كنا نتولناها انا وانت قبل كده، فعايزين نستمر عليها بقى. اشتركت فيها فتره صح؟ اشتركت فيها بس هتخس من غير ما تحس. هتبقى دي الحمله. ده شعار الطبيب، شعارك معانا دايما هتخس من غير ما تحس. بصراحه دكتور انا بشكر حضرتك جدا، وبشكر حضرتك لتشريفك معانا، لانه
احنا ما بنشبعش ابدا من الحلقه دي. والله انا موجود معاكم على طول ان شاء الله. ربنا يخليك. كان ضيفنا النهارده في الحلقه دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه، ايضا عضو الجمعيه الاوروبيه لطب القلب الوقائي واعاده التاهيل. ميرسي جدا يا دكتور. متشكر جدا. نورتنا يا دكتور. متشكر. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، الى ان نراكم على خير في فقرات مميزه من برنامجكم الطبيب في امان الله.